تم إنشاء هذا المركز المتخصص والذي سيقدم خدمات علاجية وتأهيلية للمدمنين على المخدرات بدعم من شركة جسور وإشراف فني من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى. الفوائد المرجوة من هذا المركز بالنسبة للفرد أو المدمن هو تخفيض عدد حالات الانتكاسة والتي هي مرتفعة جدا حوالي 70%، الحد من الأمراض المصاحبة لاستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية. من المحزن أن عدد حالات الإدمان على المخدرات على المستوى العالمي في ازدياد، وقد بلغ عدد الحالات التي رصدت في السلطنة منذ أن بدأ السجل الوطني عام 2004 وإلى نهاية 2017 حوالي 6000 حالة. لابد من التنويه أن هذه الحالات هي فقط الحالات التي سجلت للعلاج. بفضل من الله عز وجل وتوفيقه نحتفل اليوم بمنجزا اجتماعيا آخر سعينا جميعا لتحقيقه مع وزارة الصحة الموقرة، وهو مشروع مركز التعافي والذي أقيم بولاية صحار. طبعا هذا المشروع الحيوي الذي أتى نتيجة إيمان مجلس إدارة مؤسسة جسور بما فيها طبعا الشركات الثلاث وهي شركة فالي وشركة أوربيك وصحار الألمنيوم، بأهمية الالتفات للشباب من تأثروا بقضايا الإدمان والمؤثرات العقلية، ليسهم هذا المشروع طبعا مع الجهود الوطنية لتحقيق الاهتمام والتأهيل لهذه الفئة من المجتمع.